روح للحاج عامر حسين هنقله على المؤجلات الاهلي وشكل الدوري والله يكون فاهم يعني. حسين حاج عامر يا حبيبي، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك منور. الله يخليك. والله انا قلبي معاك، انا مش عارف انت بتظبطها ازاي. والله ربنا يستر ان شاء الله. الوضع ايه بقى؟ طبعا خالد طلعت والاستاذ احمد اويس. ازي حضرتك؟ حاج عامر ازيك؟ اهلا بيك. الوضع ازاي بقى؟ المؤجلات هتمشي ازاي؟ والله حضرتك عارف ان ارتباطات النادي الاهلي، نيجي على شهر 11 ان الاجنده من 12 ل 20 المنتخب الوطني الاول والمنتخب الاولمبي، يعني يوم 22 في الوصل الاماراتي والنادي الاهلي البطوله العربيه، 27 الاهلي واتحاد جده السوبر المصري السعودي. فاول مباراه هيقدر يلعبها الاهلي بعد 4 ايام من مباراه السوبر السعودي، يعني من 1/12. واحد 12 في مباراتين في بطولة رياض أبطال دوري وكونفدرالية دور ال 32 اللي هيشارك فيه ثلاث أندية عندنا، أهلي والمصري والزمالك الإسماعيلي إن شاء الله ربنا يوفقه في التمهيد ويلعب دور ال 32 كمان. فبالتالي إن هيبقى عندنا من يوم 14 المباراة الأولى 15/16 والعودة 21/23. تمام. يعني في حوالي 11 يوم 10 يوم 12 هيبقى المتبقي حوالي 18 يوم شهر 12. النادي الاهلي هيلعب تقريبا حوالي من 5 ل 6 مباريات بالاضافه الى المباراتين بتوع افريقيا، يعني 8 مباريات في شهر 12 وبعدين باقي المباريات نحطها فيها ان شاء الله. طيب كده هل كده الاهلي هيقدر يلعب كل مؤجلاته قبل يعني قبل موسم انتقالات يعني؟ قبل الدور الثاني؟ طبعا استحاله. حضرتك هيبدا اول مباراه ليه؟ احنا بعد السوبر المصري السعودي ده يوم 27 هيبدا يلعب مع حد بقى يوم 1/12. طب هل الماتشات المؤجله يا حاج عامر اللي هتتلعب للاهلي في شهر يناير هيلعبها بالصفقات الجديده؟ ما ده اللي انا هقوله. لا ده امر طبيعي، ده طول عمرنا كده. طب ما كده، طب ما انت كده كده يعني مفيش تكافؤ فرص. انا بقول لك مفيش تكافؤ فرص او عدم عداله. لا احنا كده داخلين في مناقشه غريبه شويه. يعني ايه غريبه؟ احنا بقول لحضرتك طول عمرنا كده. لا يعني ايه غريبه؟ انا دلوقتي بقول انا حضرتك لعبت ومعايا لعيبه معينه وجيت زودتها في الدور الثاني. كلها عندها فتح باب القيد للانديه كلها والاهلي هيتفتح له الباب. لا ما هو بس لو نفترض الاهلي صبر لحد يناير مش من الباب القيد لحد بيتبلم لما في الاهلي في الدور الاول فريق لعبه وهو في الدور الثاني. طب لو في شهر 31 ما بيلعبش 31/12 ما ينفعش يبقى في قرار استثنائي من اتحاد الكره ان احنا ناجل القيد لغايه ما الاهلي يخلص مؤجلاته؟ لا طبعا ما يقدرش حد. لا طبعا ارجع لشيل اللعيبه. طيب. بس ما يقدرش حد. ده سيستم، ده سيستم. طب حاجه سيستم طبعا حاجه ثانيه. المفروض انه سيستم بيتفتح يا حاج عامر صح؟ نعم. المفروض انه سيستم بيتفتح، ما ينفعش قرار، ده سيستم في العالم كله. يعني لو جاب لعيب من افريقيا انت في بدايه الموسم بتبعت انت بالظبط بتاعت القيد بتاعتك من اول السنه، وبعدين الموضوع ده مش جديد. احنا مره بدانا الدوري شهر 12 والكيد كان الثاني في شهر يناير. مع ان اللعيب اللي بيتنقل في شهر يناير من نادي بيروح يلعب ثاني يوم مع النادي الجديد ضد النادي القديم. بس اول مره حاج عامر في التاريخ يكون في عدد المؤجلات للماتشات. بس الماتشات اللي كتير. ما هو في 2016 كان في نفس عدد المؤجلات للزمالك. اعتقد صح حاج عامر الرقم ده كان الزمالك ليه عدد برضه من المؤجلات بس مش قد كده، وحصل نفس تقريبا نفس الدروب نفس الفكره. يعني الاستاذ احمد واخد موقف مش عايزين نتناقش. لا العكس. انا ما كلمتش، ده انا بسمع. انا اللي بتكلم احمد. انا بسمع والله. لا ده احمد عويس اللي بيكلمك. انا بقول لك انه الزمالك كان عنده، الزمالك كان عنده نفس الـ اللي حصل مع الاهلي، فهو الموضوع مش بتاعتك. انا مش واخد موقف، العكس انا بسند موقفك يا حاج عامر. لا انا بقول لاحمد بيه الخضري يعني. لا والله لا الموقف. طب انا بقول لحضرتك بس بص، لا انا دايما دايما في اي برنامج بقول انا قلبي مع الحاج عامر حسين فعلا بجد. انا قلبي معاك. انت عندك مشكله كل سنه. ما انا بحكي لحضرتك، انا بحكي بالارقام وخليني ادي امثله باللي حصل في الموضوع. طب انا برضو انت بتدي امثله، ماذا لو كان الاهلي كسب افريقيا ووصل كاس العالم الانديه كنت هتعمل ايه؟ لا ده كان اريح. ازاي؟ كان اريح لي لانه كان هيلعب دور 32 المباراتين دول. ايوه بس انا كاس العالم الانديه كلها 10 ايام. كان هيروح من 15 ل 23 يا حاج عامر. لا البطوله من 12 ل 22. 12 ده هيلعب العين واوكلاند سيتي ماتشات افريقيا واوكيانوسيا وماتشات افريقيا اسف واسيا ماتشات اللي هي الكوارتر فاينل 14.
من 14 وبعدين هيلعبوا 17 18 وهيلعبوا النهائي 22. لو وصل النهائي يعني لو وصل ثالث ورابع هيلعب برضو 22 يعني آه. من 14 ل 22 22 8 ايام عندك انت الماتشين بتوع دور 32 فاكر هنخش دوري المجموعات على طول فمش هيلعب ال 32 ال 32 14 والعوده 21 تدي 3 ايام قبلها و3 ايام بعد ما يرجع يبقى عندك 14 يوم يعني اكتر من كاس العالم الانديه ما كاس الثلاثه قبلها وثلاثه بعد برضه هي كده كده صعبه هي كده صعبه كده صعبه كده صعبه هي كده صعبه كده صعبه حاج عامر اصل هي في ناس طلعت يا احمد بيه قال لك ايه قال لك اتحاد الكوره مش واقف مع النادي الاهلي عشان خاطر مش مصلحه الدوري ان الاهلي يلعب كاس العالم الانديه عشان خاطر مش هيبقى في وقت طب ده كلام 2-1 حلوه واحده بس خلي بالك كان هيبقى في سوبر افريقي كمان يا حاج عامر برضه الاثنين واحد كان هيبقى في ماتش السوبر افريقي كمان ما انا بقول لحضرتك هي كلها في الاخر 10 ايام كلها زي بعض في الاخر طب هو متوقع الموسم ده يخلص امتى يا حاج عامر الاتحاد الافريقي لما ضم البطولتين في سنه واحده ودخل مواعيد يعني الكونفدراليه والدوري هيبداوا قبل ما النهائي بتاع الكونفدراليه يكون اتلعب يعني النادي الاسماعيلي هيلعب وسط المباراتين في التمهيد هيلعب وسط المباراتين بتوع نهائي الكونفدراليه طبعا هو مصر متعبل من الاول يعني الاتحاد الافريقي ضغط فيها وغير ميعاد امم افريقيا كلها في سنه واحده طب ممكن اسالك سؤال يا حاج عامر عايز اقول لحضرتك بقى حاجه عشان نرجع تاني لاحمد زياد وش انت طلعت الصحفيين مش مالوكه نادي الزمالك في اول خمس مباريات في الدوري لعب مباراه واحده والاهلي لعب الخمسه لما لعب النهائي مع صن داونز وكان عنده خمس مباريات الدور الثاني بدا يلعبهم في يناير من المؤجلات منهم مباراة المقصة الشهيرة ديت كانت في شهر 3 بعد الأسبوع السابع من الدور الثاني هي كانت مباراة من الدور الأول أصلا بتاعت المقصة ما ده اللي أنا بقوله يا حاج ده اللي أنا بقوله طب أنا عايز أقول حاجة يا حاج عامر ليه البطولة العربية؟ حاجة تانية معلش عشان أكملها إحنا في دوري قبل كده بدأناه شهر 12 طب الدوري ده متوقع يخلص امتى يا حاج عامر؟ ما كده برضو زي ما خالد بيقول انا مش شايف يعني في الافق اللي ممكن مش عارفين بالظبط هيخلص امتى ده كده صعب قوي طبعا امور صعبه عشان كده لما عملنا اجتماع مع الانديه في مجلس مع مجلس اداره الاتحاد مع الانديه وكنت انا موجود رؤساء الانديه كانت موجودين كلهم وانا عرضت عليهم كل المشاكل اللي هتقابلنا ديت وقلت لهم ان في حلول يا اما نلعب الدوري من مجموعتين او نلعب الدوري من دور واحد بعدين ناخد الثمانيه اللي فوق يلعبوا على البطوله والمربع والعشره اللي تحت يلعبوا على الهبوط ده كان هيوفر لنا سبع مباريات او لو عملتوا الحل الاخير اللي احنا فيه دلوقتي الامر المعتاد بتاعنا ممكن الدوري ياخد 12 13 شهر هم كل 13 شهر مع. طبعا احنا بادين شهر 8 صح طبعا والناس قالت احنا ليه طب هو وصل كان عنده سؤال الاول يعني انا عندي سؤال ليك يا حاج اتفضل ما كان في حل اسهل ايوه ان احنا ما نشاركش في بطوله عربيه العربيه كانت قرار سابق عن المواعيد اللي طلعت بتاعت الاتحاد الافريقي نمره واحد نمره اثنين ما كانش فيه اختيارات مشاركه وعدم مشاركه في البطوله العربيه يعني ما فيش اختيار يعني انا ليه اخلي الاهلي والزمالك نفس الفرق اللي بتلعب الكونفدراليه اللي بتلعب كاس مصر بتلعب الدوري هي اللي بتلعب البطوله العربيه يعني جاي مش عند حد عامر برضه هل هو كان قرار سيادي ما انا بقول لحضرتك ما كانش فيه اختيار معناها ايه يعني ما الحقيقه خلاص يبقى نلغي الدوري هي الاجابه مش عند الحاج عامر بس انا بقول برضه ان صعب ان الدوري يقعد 13 شهر يا حاج عامر ليه قبل كده اتلعب 12 شهر طب انا عندي سؤال مهم يا حاج عامر ومحرج بقى قبل كده احنا مرر هنا الدوري شهر 10 اللي بدانا شهر 12 ده حاج عامر انا بقول لحضرتك لما تلعب الاتحاد الافريقي يلعب المباراه اللي كان بيلعبها في 9 شهور صعبه طبعا هيلعبها في 5 شهور طب كم المؤجلات دي هتعمل فيه ايه صحيح طب انا عندي سؤال مهم جدا بقى يا حاج عامر وممكن ممكن عندنا خمس معلش اكمل عندنا خمس اجندة رسمية للمنتخب الوطني كل ده في موسم واحد صحيح تمام خالد معاه سؤال ده خالد مش انا ده خالد طلب لا اتفضل سؤال مهم بقى وركز معايا يا حاج عامر دلوقتي احنا الموسم دلوقتي انا عامل تقريبا احصائيه لماتشات الاهلي ومنتخب مصر المتبقيه خلال الموسم ده تقريبا هنوصل 70 مباراه يعني الاهلي لعيبه الاهلي اللي موجودين في منتخب مصر من النهارده لغايه نهايه الموسم ما يخلص دوري وكاس وافريقيا وبطوله عربيه وكاس افريقيا تقريبا لعيبه الاهلي هيلعبوا 70 مباراه
70 مباراة وبنتكلم تقريبا فاصل زمني اربع ايام كل ماتش، يبقى بنتكلم في 280 يوم داخلين تقريبا على 9 شهور ونص. فبالتالي الدوري هيمتد ممكن لغاية نهاية شهر اغسطس اللي جاي او يمكن شهر سبتمبر كمان. دلوقتي بطولة افريقيا البطولة الجاية بطولة استثنائية هتنتهي في شهر 5، البطولة اللي بعديها هتبدأ في شهر 8، هيكون الدوري عندنا لسه مخلص. مين الاربع فرق اللي هيشاركوا في دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية في حين الدوري هيكون لسه ما انتهاش؟ حاج عامر يرجع نجلس ادارة الاتحاد بس. يعني دي ممكن تصير ازمة يعني. ممكن صف. تمام. نرجع نجلس ادارة الاتحاد. انت فاكر حضرتك لما الدوري اتلغى سنة وسنتين ورا بعض؟ ايوه. واخدنا اخر اربع فرق لعبوا في البطوله. صح، بس كان الدوري اتلغى ساعتها، انما الدوري ده هيبقى ممتد فهيبقى فيه ظلم. نفترض مثلا الزمالك بطل الدوري وبيراميدز تاني المفروض يشارك. اي قرار استثنائي، اي قرار استثنائي لازم هيبقى فيه ظلم لحد. لا صحيح، ما اعتقدش الانديه هتسكت يعني. والله مش هكذبش، هتعمل ايه؟ احنا ممكن نعمل حل استثنائي يا حاج عامر. ناخد، انا بقول لحضرتك ان قبل بدايه الموسم ال 18 نادي قاعدين وكلهم مجالس ادارات ورؤساء انديه وحكيت لهم الكلام ده كله. ده انا تهاجمت اول ما قلت كلمه مجموعتين، الناس كلها هاجمتني. صحيح، رغم ان هو كان تصور ان انا مش صاحب القرار. آه. قالوا في رابطه انديه والانديه هي اللي بتقرر، الانديه هي اللي بتنظم كان لازم حل. على فكره حاج عامر انا شايف ان هو كان الحل الانسب يعني، هو المجموعتين. نعم. كان الحل الانسب، لكن افضل حل عندي طبعا هو المجموعه من دور واحد وناخد الثمانيه اللي فوق عشان تضمن الشرعيه وتضمن الانديه كلها والجماهير على ان الانديه قويه هتلاعب لازم هتلاعب بعض. مظبوط. لما تلعب 18 نادي دوري من دور واحد يبقى هتلاقي الزمالك بيلاعب الاهلي وبيرمز بيلاعب الاهلي والزمالك بيلاعب بيرمز والمصري، كل الانديه لازم هتلاعب بعض غير المجموعتين. لما تاخد 8 اللي فوق هتبقى بطوله قويه جدا، اقوى 8 رغم ان الدوري كله قوي، اللي تحت الاخير بيكسب اللي فوق، ما حدش عارف مين اجمد من مين. صحيح صحيح صحيح. تمام. فدلوقتي كان ال 10 تحت هيلعبوا على المربع وال 8 اللي فوق هيلعبوا على الهبوط، العكس بتاعها على الهبوط، الثمانيه اللي فوق على المربع. كل المشاكل هتبقى جامده وكانت هتبقى مثيره جدا، وضمنت ان كل الانديه هتقابل بعض في الموسم ده. قلبي معاك يا حاج عامر، شايفه الافضل. قلبي معاك يا حاج عامر والله. فدعواتكم انا كل المشاكل هبدعيلك يعني دعوات بدعيلك والله، بدعيلك يا حاج عامر. ربنا يستر ان شاء الله. نورتنا يا حاج عامر، نورتنا يا حاج عامر. نرجع للاحصائيات اللي كان وليد عرضها على الشاشه.